تفضل أبونا كمل لنا معجزة الخبز والسمك الأخرى. معجزة الخبز والسمك الأخرى معناه في معجزة سابقة إلها في وقت ثاني في مواصفات ثانية مش نفس المعجزة، لأنه مش ممكن إنه نفس المعجزة. تفضل أبونا حمد. فدعا يسوع تلاميذه وقال لهم: أشفق على هذا الجمع، فإنهم منذ 3 أيام يلازمونني وليس عندهم ما يأكلون، فلا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال له: نعم. إذن أشفق على هذا الجمع. إحنا دائما بنقول كيريا ليسون إيش؟ يا رب ارحم، يا رب ارحم، في الطقس البيزنطي بنعيدها 50 مرة وأكثر. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يعني ربنا مرات بزهق من كثر ما بنقول له إياها، في الآخر بقول خلص راح أرحمهم لأنه إذا بضلوا وراي. يا رب ارحم. يسوع بقول أني آية هاي، أني آية عفوا بدي أشوف النص هون 22. أيوة شوف ما أحلى الآية باليوناني. شوف الآية بقى هي بدك سنة تلفظها سبلانخنيزومي إبي تون أخلون. سبلانخنيزومي يعني أحشائي، سبلانخنا يعني هي الأحشاء، أحشائي تتحرك على هذه الجماهير. زي ما اليوم قلب يسوع يتحطم ويتمزق على الأقباط اللي استشهدوا في موطنهم مصر. شايفين؟ إذا يعني يسوع هنا إيش يشبه نفسه برحم امرأة، ومش بعيد إنه إيش إنه يكون طبعا خصوصا إنجيل متى أساسه أرامي، واللي عندنا إياه هو في الواقع إيش ترجمة من اللغة الأرامي. نعم تفضل أبونا. فقال له التلاميذ: من أين لنا في مكان قفر من الخبز ما يشبع مثل هذا الجمع؟ شوف كأنه نسيوا أنه قبل فترة كان عامل معجزة تكثير الخبز والسمك. نعم تفضل. على فكرة الخبز والسمك رمزا المسيحية. نعم. فقال لهم يسوع: كم رغيفا عندكم؟ قالوا له: 7 وبعض سمكات 7. فأمر الجمع بالقعود على الأرض، ثم أخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وناولها تلاميذه، والتلاميذ ناولوها الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال ممتلئة، وكان الآكلون 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وركب السفينة وجاء إلى أرض مجدان. إلى أرض مجدان. نرجع للآيات اللي أبونا تفضل بقراءتها. كم لكم من الخبز؟ هلا في فرق بين اللغة اليونانية القديمة واللغة اليونانية الحديثة، خصوصا في بعض الكلمات. زي ما أبونا حنا بعرف كيف بيقولوا خبز باللغة اليونانية الحديثة؟ سومي. سومي. باللغة اليونانية القديمة أرتوس. عشان هيك لا يكفي إنه الواحد يكون يوناني أو قبرصي حتى يفسر الإنجيل المقدس، لازم إيش يعرف؟ اللغة اليونانية القديمة. وزي ما شفنا قبل شوي كثير مرات النص اليوناني مع إنه وصل إلينا باليوناني لا يفهم تماما إلا عن طريق إيش؟ الآرامية أو العبرية، لأنه هي لغة، أي الآرامية لغة السيد المسيح. قالوا له سمك صغير، طبعا سمك صغير إخثيذيا. السمك بحد ذاته هو إخثيس، تتذكروا مش ضروري نعيدها،
انه السمكه صارت رمز للمسيحيين خصوصا في زمن الاضطهاد. برضه في اللغه اليونانيه القديمه في كلمتين للسمك، السمك وهو حي بسموه اختيس، وهو ميت للاكل بسموه بساريا. اليوم ايش بقولوا؟ كلمه واحده بس، السمك بساري، بس كلمة واحدة. فعلى كل حرف المسيحيين ركبوا كلمة، إيخ ثيس، إي يسوس، خي خريستوس، ثي ثيو، إي يوس، إس سوتير، يعني يسوع المسيح ابن الله المخلص. طيب السبعة طبعا تدل على الكمال، سبعة أرغفة. وبعدين بيقول إنه يسوع أمرهم أن يجلسوا وين؟ على الأرض، في المعجزة اللي قبلها على العشب. معناه إنه إيش في عنا؟ في عنا اختلاف في المكان واختلاف في الزمان. انه هلا في ارض ما فيش ما فيش عشب، معناه احنا لسه قبل فتره الربيع او بعد، كيف او بعد، نعم يعني المهم مش بفتره الربيع. اخذ بيقول وشكر. هلا شكر هي اساسا شكر تقابل العبري بريخ، بيريخ يعني مجد الطبيعة الإلهية. وطبعا كسر بارك يعني مجد الله، وبرضه بالعربي غلط نقول بارك الله، هاي أخذناها من اليوناني أو من العبري أو من الآرامي. الله بباركنا مش إحنا من باركه، الله بباركنا وإحنا من مجده. وكسر والكاهن كمان ولا يشبه بالمسيح طبعا، يمجد الله ويكسر ويوزع. تلاحظوا انه المسيح مش لحاله وزع، خلى التلاميذ يوزعوا زي ما بطلب منا احنا الكهنة انه على الاقل كل يوم احد احنا نوزع خبز الحياة على الناس. وطبعا لا ضرورة ان نعيد، طبعا ما عدا النساء والاطفال هذا هيك كان مخهم قديما يعني. بس اليوم اول شيء في ثقافه المسيحيه اول شيء بيذكروا النساء واول شيء بيذكروا الاطفال، بقول لك انه الرجال بدبروا حالهم في الحياه، اما المستضعفين فهم النساء والاطفال. واما ماجدا هلا في بعض مخطوطات متاخره مثلا عند ترتوليانوس او غيره مكتوب مجدلا، اهلا مجدلا، ولكن خلينا نقول انه معظم بل كل المخطوطات القديمه مكتوب فيها مجدا. نقدرش نقول ان بنعرف مكانها بالضبط لمجدا، اللي نقدر نحكي انها موجوده على الضفة الغربية يعني في هذا القسم الفلسطيني من البحيرة. شكرا هلأ لإصغائكم ونفتح المجال للأسئلة. شكرا. في تعريف الصلاة. تفضل. في يعني بعض الناس بيسألوا يقولوا مدام هو أن المسيح هو الله فليس يعني إيش الحاجة إنه يشكر؟ ليش يشكر؟ وهذه يحكوها ناس كثير. لحظة أبونا معلش تعيد اللي تفضلت فيه، في عندك الجواب على هذا ولا؟ نعم، من القديس يوحنا الدمشقي. حلو، ممتاز. احنا في ناس بيقولوا يعني هذا في ما بعد القرن الرابع والخامس وإلى آخره. نعم. يقولوا إذا المسيح هو الله لماذا شكر؟ لماذا شكر؟ يعني الله لا يحتاج أن يشكر نفسه.
شكرا. نعم. فهذول الناس اللي بيعتبروا انه المسيح له طبيعة إلهية فقط، وناس قالوا انه المسيح له إنسان حلت عليه النعمة عند المعمودية. فالقديس يوحنا الدمشقي بيأكد في هذه الآيات أن المسيح له طبيعتين، طبيعة إنسانية كاملة ما عدا الخطيئة، وطبيعة إلهية، وهذه الطبيعتين غير منفصلتين وغير منقسمتين وغير مختلطتين. فهنا منشوف أنه شكر الذي شكر طبيعة الإنسانية في المسيح، ولكن بمعنى أدق الذي شكر هو الأقنوم الثاني من يعني الله الآب والابن والروح القدس. الذي شكر هو الابن، الأقنوم المساوي للآب في الجوهر، ولكن اللي شكر من ناحية عقلانية هي الطبيعة الإنسانية، والذي عمل المعجزة هي الطبيعة الإلهية. فإذا بنلاحظ أن وحدة الطبيعتين غير منفصلات، وهذا ما كان يخالف بدعة نسطوريوس وبدعة أبوليناريوس أو آريوس أو ديوسكوروس. شكرا لكم. وفي الليتورجيات الشرقية، معظم الليتورجيات الشرقية بذكر البيزنطية السوريانية بيقول هذا الكلام بأسلوب مؤثر جدا، إن لاهوته لم يترك ناسوته لحظة ولا طرفة عين. نعم. شكرا أبو نحنة على اللي تفضلت فيه. ونفتح الآن المجال أولا طبعا انطلاقا من هاي القراءة. هلا زي ما بعرفوا